مصر تصبح الدولة العربية والإسلامية الأولى التي تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية. جاء ذلك عبر محكمة الأمور المستعجلة المصرية التي بثت في شكوى ضد حركة حماس. ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة. ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان. المحكمة تتهم الحركة بالتورط في انفجارات العريش شمال سيناء التي أودت بحياة 25 جنديا، وتقول إنه تم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهانئ بعد الحادث. حماس نفت مرات عدة الاتهامات الموجهة إليها. اعتبارها من طرف مصر منظمة إرهابية خلف استنكارا واسعا في قطاع غزة. حركة حماس ترفض القرار المحكمة المصرية بإدراج الحركة على قوائم الإرهاب، وتعتبر هذا القرار هو تصعيد خطير يستهدف قلب المعادلات ليصبح الاحتلال الإسرائيلي هو الصديق والشعب الفلسطيني هو العدو. هذه محاولة لتصدير أزمات مصر الداخلية، ولكن هي بكل أسف تمثل عار حقيقي يلوث سمعة مصر. الحركة دعت مناصريها هذا المساء للخروج في مسيرات مؤيدة في قطاع غزة. جزء من سكان القطاع ينتقدون السلطات المصرية لما يعتبرونه مشاركة في حصار غزة عبر الإغلاق المتكرر لمعبر رفح والمشاكل التي يتعرضون إليها هناك. الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي استنكر من الدوحة اعتبار حماس إرهابية، واصفا إياها بحركة تحرر وطني تعمل وفق الشرع الإسلامي. قرار المحكمة المصرية أتى سويعات فقط بعد أحكام جديدة استهدفت قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية. محكمة الجنايات أصدرت حكما بإعدام 4 أعضاء في الجماعة والمؤبد بحق 14 آخرين، من بينهم مرشدها العام محمد بديع ونائبيه خيرة الشاطر ورشاد البيومي. جاء ذلك في قضية أحداث مكتب الإرشاد التي قتل فيها 12 شخصا وجرح فيها 91 آخرون.